ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بعد غياب طويل جايلكم بقى بفيديو حلو، وانا برتب الخزين بتاعي اللي جالي هديه بمناسبه رمضان من خالتي، وكمان خالتي الكبيره كانت جايبه لي خزين، بس بصراحه ما لحقتش اصوره، فهتلاقوه دلوقتي في الترتيبات. اول درج ابتديت بقى احط فيه الحاجات دي. عايزه اقول لكم الحاجات دي اصلا كانت عندي من اول ما اتجوزت، لسه عشان استهلاك للحاجات دي خفيف، فمش مستخدمها كلها. ففي اول درج كده رصيت الفيجيتار والخلطات بقى بتاعه التوابل، الكفته والشيش طاووق والكلام ده كله. وكمان بصوا الملح ده بقى كانت خالتي جايبه لي بصراحه، كيس ملح يعني كبير كده وحلو. بصراحه حلو يعني، تسلم ايديها. تاني درج بقى كده، اول درج انا خلصته. تاني درج هبتدي ارص فيه الرزات ما شاء الله. يعني كانت جايبه لي رزات وحاجات، وكان عندي كيس رز ساعه من ساعه الجواز. استهلاكي للرز خفيف جدا، برضو ممكن الكيس بعمله على 3 4 مرات، برضو على حسب الاكله. يعني لو رز بس ممكن على 3 مرات، لو رز بقى بالشعريه وكده بعمله على كتير، على 4 مرات. فابتديت ارص الرز الجديد من تحت، والقديم اللي هو حتى عندي برضو ماما كانت بتديهولي ولا حاجه، رصيته من فوق عشان استخدمه الاول. فكده ان انا ابتديت ارص الرز، مش عارفه عماله اتلخبط ليه ما بين الرز والرز. رصيت كده الرز كله، وده كان تاني درج. ده كده كان اخر حاجه. وكمان النصين الشعريه دولك انتوا شفتوهم في الهديه بتاعه تيتا اللي جابتها لي بمناسبه رمضان، فدولك حطيتهم مع الرز. ده كده الدرج التاني خلصناه. الدرج بقى التالت هرص فيه المكرونات. اللي عارفني عارف انا بحب المكرونه دي جدا، اذا كان بقى بالصلصه او كمان بعملها بشاميل، عشان انا بحب البشاميل جدا، بعمله بالفراخ او باللحمه، فبحب المكرونه دي جدا. فهم خالاتي بدعوا، تيتا كانت جايبه لي الملكه، وخالتي الصغيره كانت جايبه لي غاليه، وخالتي برده الكبيره كانت جايبه لي غاليه. والكيس المكرونه ده عندي من ساعه الجواز، وعندي برده علبه لازانيا، وجابوا لي كمان مكرونه محمره. يعني هم جابوا لي الحاجه اللي انا بحبها عشان ايه ما اروحش ابدلها. كده كنت رصيت الايه الحاجه. ده بقى الدرج تقريبا الرابع، الرابع والاخير في التربو ده. رصيت فيه السكر ما شاء الله، عندي كميه سكر، وجالي بقى طبعا سكر هديه برده. فابتديت ارص كده الجديد من تحت والقديم من فوق زي ما انتم شايفين كده. ابو فرح ده بقى اللي هو خالته جايبهولي، السكر ده خالته اللي هي كبيره، انا ما لحقتش اصور الهديه بتاعتها، هي كانت جايبه لي ابو فرح. والامانه دوك اللي هو بيتجاب من السوبر ماركت ده اللي كانت ماما جايبهولي ساعه الجهاز. بصراحه عايزه اقول لكم استخدامي للسكر اللي هو الشاي بتاع جوزي، بس ما بستخدمش اصلا السكر، يعني ما بعملش حلويات في بيتي. ربنا يخلي ماما مش مخلياني يعني محتاجه حاجه، كل ما تعمل حلويات ولا حاجه بتبعت، او بابا لما بيجيب حاجه برضو من بره بيبعت لي منها، فعشان كده قليل قوي حتى لو عملت حلويات في بيتي. وازازه الزيت دي ماما مره كانت جايبها لي في خزين وفي التومين وكده، وما استخدمتهاش من ساعتها برضو. ودي ازازه الزيت اللي خالته جايبها لي، وعندي بقى ودي تيتا كانت جايبها لي او خالته الصغيره، وعندي زيت برضو من ساعه الجواز، اللي هي الازازتين دولك اللي هتحسهم شكلهم قدام، دول اللي خلت ماما اللي كانت جايبهم لي في الجاهز. الدرج بقى ده انا هحط فيه النايلون والفويل، برضو استخدامات ليهم خفيفه جدا. ده التربو التاني لو خدتوا بالكم، التاني كان بامبا وده لونه بني. والدرج الاخير هحط فيه التوب، كمان كنت بعد كده حطيت جنبيه البصل. وكده الفيديو بتاعي خلص، استنونا بقى ان شاء الله فيديوهات حلوه الفتره الجايه.